في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وانتم صحب سلامة ان شاء الله. بالنسبة للمباراة يعني اكيد انت شفت الاجواء وفي اهتمام اعلامي كبير في هذه المباراة، خصوصا اللي بيلعب فيها الوحدة والعين. بداية موسم مباراة بتكون قوية ان شاء الله. بالنسبة لوجودنا احنا في مصر الحمد لله الامور كلها ايجابية، في تفاؤل في رغبة. احنا ما ننسى ان السنة طافت كنا بطل السوبر، فنسعى ان نحافظ على اللقب. نحترم فريق العين تلعب مع فريق بطل الدوري بطل الكاس، انت بطل السوبر بطل الكاس الخليج العربي، فمباراة بتكون قوية. اتمنى التوفيق للفريقين، احنا اليوم نلعب في جمهورية مصر، فاتمنى ان شاء الله الاجواء اللي قبل المباراة الى الان، الاهتمام الاعلامي، الاهتمام القيادة بهذه المباراة، وجود المباراة في جمهورية مصر، احنا كأندية تكلم عن ناديين من أكبر الأندية في الإمارات، إن شاء الله بننجح البطولة، لأن هذا هدف. أنت اليوم الوحدة والإمارات كل فريق يطمح أن يأخذ البطولة، لكن تفنى أن مثل دولة الإمارات، ونريد ننجح لها البطولة ونظهر بالمظهر الإيجابي اللي يليق في دولة الإمارات. دائما إحنا سمعتنا سابقة أن دائما ينضرب المثل في دولة الإمارات، وهذه فما بالك في المجال الرياضي. ما ننسى أن المباراة بيكون اهتمام إعلامي، كانت من قنواتنا ومش غريبة عليهم الإعلام المصري، فنتمنى التوفيق للفريقين. وفي النهاية طبعا إحنا حق مشروع أن نتمنى نبتدي الموسم في بطولة إن شاء الله. أنت اليوم في بداية موسم أكيد الجاهزية ما وصلت أنت 100%، ولكن الفريق الحمد لله قاعد يتطور، الرتم اللياقة قاعد يوصل للمدرب يتمناه. ما ننسى أن اللاعب الأجنبي التزم ليناردو، وشوفه إن شاء الله بيكون إضافة للفريق. نعم في غيابات، ولكن هذا ما يمنع. أنت اليوم تتكلم، أنت لما تلعب مباراة سوبر وبداية موسم ومع العين، هاي بحد ذاته الكل يبي يلعب. هذا حتى لو لاعب كان مريح فترة طويلة يقول لك لا أنا أريد ألعب هاي المباراة. اللي أشوفه مع أخواني اللعيبة بحكم قربي معاهم، إنهم متفائلين ويبون يبتدون موسم في بطولة. إحنا الصراحة يعني جايين اليوم جمهورية مصر نسعى أن نبتدي في بطولة، هذا حق مشروع للفريقين. أنت اللي دائما أقول حق إخواني اللعيبة خصوصا في هذه المباريات، وأنا عارف جمهورنا محتاج هذه المباراة، وأن السنة اللي طافت كان في نتيجة كبيرة. هذه كرة قدم، اللي أتمنى أنا من إخواني اللعيبة يدخلون إن شاء الله هادين، يقدموا كل اللي عندهم. النتيجة في علم الغيب، إحنا نبغى نفرح والجمهور يبغى نفرح والكل يبغى يفرح، وهذا حق مشروع، لكن في النهاية النتيجة في علم الغيب. إذا اللي أنا أشوفه إن شاء الله من إخواني واللي إن شاء الله متوقعه، أن يقدمون كل اللي عندهم، بلعب بروح قاتل، قدم كل اللي عندك، لا تخاف، إن شاء الله بتوصل اللي هم اللي اللعيبة يبونه واللي الجمهور يبغى وإحنا نبغى.